الخميس منتصف النهار، يتجه شمس الدين إلى أحد المطابع بوهران لاستخراج طلبية الأعلام الوطنية تحسبا لمسيرة الجمعة السادسة. C'est une des premières étapes. On est jeudi, on lance le print pour la fabrication des fanions, des drapeaux. فمنذ خمس جمعات يقوم هذا الشاب المقاول بتوزيع الرايات الوطنية والمياه المعدنية بالمجان رفقة مجموعة من الشباب المتطوع، إضافة إلى تنظيف الشوارع بعد نهاية المسيرة. J'ai vu les premières marches sur le territoire national. Ça manquait de drapeaux, ça manquait de couleurs. Les gens sont descendus sans être préparés. La première fois, quand on a commencé à distribuer de l'eau, ce qui est bizarre, c'est que les gens mettaient la main à la poche. شحال خويا. Et on disait que c'était juste معاونة, que c'était باطل. في الجمعة السادسة من الحراك الشعبي رافقنا شمس الدين منذ الصبيحة. الساعة تشير إلى 11 وقت تحويل المياه والانطلاق نحو وسط المدينة. هاد الخطره بدلنا شويه العقليه بلاصه من السربي ولي كاميون لي تروك سيتيرا غادي نحطوهم ديريكتومون تو طولون دار بالمهدي شاك 10 متر نحطو دو باري دوتر دي فاردو تاع الماء والناس تمشاو تسربي روحها ديريكت. مبادره استحسنها العديد من المواطنين وزادت من الاحتزاز بالانتماء لهذا الوطن. ايه هذه حاجه اللي عجبتنا يا دولات بارتو يا انيسياتيف تاع النقاوه يا دي جون لو مينقو يا دي جون مي مدو الماء كوم مسيو شمس. C'est, on voit que c'est vraiment il y a une homogénéité bien gal le peuple. لتنطلق مسيرة الجمعة السادسة وليلتحق شمس الدين ببقية المواطنين ولسان حال الجميع جزائر آمنة مزدهرة ومستقرة.